حشود جماهيرية في الضالع تحتفي بالذكرى الأولى لانتفاضة الثاني من ديسمبر واستشهاد الزعيم علي عبد الله صالح ورفيقه الأمين. ميليشيات الحوثي تمضي في خروقاتها وتنكث اتفاق مشاورات السويد وتواصل نهب ميناء الحديدة. السيطرة على مواقع جديدة في رازح بصعدة وحيران بحجة وتكبيد ميليشيات الحوثي خسائر في الضالع وتعز. الثامنة والنصف توقيت العاصمة صنعاء، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم. أحيت حشود جماهيرية من أهالي محافظة الضالع الذكرى الأولى لانتفاضة الثاني من ديسمبر التي أعلنها الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح بوجه ميليشيات الحوثي الإرهابية وللحفاظ على أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين والنظام الجمهوري. منذ الصباح الباكر احتشدت الجماهير من أبناء محافظة الضالع لإحياء الذكرى الأولى لانتفاضة الثاني من ديسمبر، وكذا الذكرى الأولى لاستشهاد الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق، رئيس المؤتمر الشعبي العام ورفيقه الأمين الشهيد عارف الزوكا. المهرجان الذي نظمه فرع المؤتمر بالمحافظة أقيم في مديرية قعطبة بحضور قيادات من السلطة المحلية وقيادات أمنية وعسكرية وكوادر المؤتمر في الضالع وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ووجهاء ومثقفي المحافظة، كما احتشدت في المهرجان جماهير واسعة من المواطنين. رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة الشيخ عبد الرب المرح ألقى كلمة استعرض ما تحقق لليمن خلال فترة حكم الزعيم علي عبد الله صالح من إنجازات تنموية ومشاريع عملاقة يفخر بها كل أبناء الوطن من صعدة إلى المهرة، كما أكد على مواصلة النهج الديمقراطي والسير على درب الشهيد علي عبد الله صالح في مواصلة الانتفاضة واستكمال تحرير وتطهير كامل الأراضي اليمنية من عصابات الحوثي الكهنوتية. وألقى الشيخ عبد الرحيم المريسي كلمة عن العلماء والتنظيمات السياسية مترحما فيها على أرواح شهداء الانتفاضة وكل شهداء أبطال الجيش والمقاومة اليمنية في مختلف الجبهات، وحيا الشيخ المريسي البطولات والتضحيات التي يسطرها ويقدمها أبطال حراس الجمهورية في جبهات الساحل الغربي ومدينة الحديدة بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، داعيا جميع الأحرار ورجال القبائل إلى الالتحاق بجبهات القتال في الجمهورية لاستكمال عملية التحرير وتنفيذ وصايا الزعيم وتنفيذ الأهداف التي قامت عليها انتفاضة الثاني من ديسمبر. الجماهير المشاركة في المهرجان هتفت ورددت شعارات وطنية وحماسية تطالب بطرد الميليشيات وتطهير اليمن من عصابات الحوثي الإرهابية.
القيادات والشخصيات الاجتماعية المشاركة في المهرجان، أكدت بدورها على مواصلة النضال واستكمال خط السير والطريق الذي سار عليه وانتهجه الزعيم والأمين حتى تحقيق كافة التطلعات وطموحات الشعب اليمني. وجددوا العهد على تمسك وسير قيادة وأعضاء فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الضالع بكل أهداف انتفاضة الثاني من ديسمبر ووصايا الشهيد الزعيم واستكمال عملية التحرير من ميليشيات الحوثي الإجرامية. وفي نهاية المهرجان تلا عضو اللجنة الدائمة عبد الخالق النجار البيان الختامي للمهرجان، أكد فيه على تمسك قيادة وأعضاء فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الضالع بكل أهداف الانتفاضة واستكمال عملية التحرير من عصابات الحوثي الإجرامية، وحي البطولات والتضحيات التي يسطرها ويقدمها أبطال حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية في جبهات الساحل الغربي ومدينة الحديدة، وكل البطولات والتضحيات التي تسطرها القوات الحكومية والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني في جبهات مريس ودمت وكل جبهات القتال في مختلف محافظات الجمهورية. إن انتفاضة ديسمبر غلبت الموازين وجعلت الحوثي الجهادية الهزيمة في الساحل الغربي وفي كل الجبهات، وما تحقق انتصارات في هذا العام غير شأن من قبل المستشفين والمقاومة. ودعا البيان أحرار اليمن ورجال القبائل لرفض جبهات الشرف والبطولة لاستكمال تحرير كامل تراب اليمن من فلول الفئة الحوثية الباغية. كذلك أغتيل شيخ مشايخ عزلة عساف مريس الشيخ صالح بن صالح أسعد العتبات وسط سوق الجبارة بمحافظة الضالع بسبب رفعه صورة الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح على سيارته بعد مشاركته في مهرجان أقيم في قعطبة لإحياء الذكرى الأولى لانتفاضة الثاني من ديسمبر والذكرى الأولى لاستشهاد الزعيم علي عبد الله صالح ورفيقه الأمين عارف الزوكا. ها هي تواصل خروقاتها لاتفاق مشاورات السويد بشأن الحديدة الذي لم يجف حبره بعد، وتكثف من محاولات التسلل إلى المناطق المحررة لكن دون جدوى. كثفت ميليشيات الحوثي خروقاتها لاتفاق السويد التي تطورت من قصف مدفعي إلى محاولات تسلل إلى الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة. وأكدت مصادر عسكرية أن الميليشيات الحوثية حاولت التسلل مساء السبت إلى الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين، إلا أن أبطال المقاومة اليمنية كانوا لهم بالمرصاد وأوقعوا فيهم قتلى وجرحى وأجبروا البقية على الفرار. أضافت المصادر أن الميليشيات نصبت مدافع ورشاشات في فنادق ومنازل المواطنين بحي 7 يوليو وقصفت مواقع المقاومة اليمنية، وطيلة ساعات النهار كانت الميليشيات الحوثية ارتكبت سلسلة خروقات حيث استهدفت بعدد من قذائف الهاون مواقع المقاومة اليمنية ولكن دون أن تتمكن من تحقيق إصابات. وفي الدريهمي والجاح نفذت الميليشيات الحوثية محاولات تسلل انتهت بمصرع وجرح معظم المشاركين فيها. ومنذ إعلان الهدنة الإنسانية في الحديدة وميليشيات الحوثي مستمرة في نهب وسلب المدينة، وصلت مؤخرا لإفراغ ميناء الحديدة من الوثائق والمستندات الخاصة بإدارة الميناء. ويأتي هذا السلب والنهب في إطار استعدادات الميليشيات تسليم ميناء الحديدة بضغط دولي بعد مشاورات السويد. الحوثي يستعد فعليا لمغادرة موانئ اليمن بنهب وسلب كما تعود منه الجميع، وهذا ما بدأت فيه ميليشيات الحوثي التي شرعت بنهبه منذ الجمعة بصورة ممنهجة تقضي بإفراغه من كافة الوثائق والأوراق الخاصة بإدارة الميناء. مثل هذه الوثائق دليل إدانة ميليشيات الحوثي التي امتهنت النهب والسلب عبر ميناء الحديدة، وفيها بالدلائل القاطعة إحصائية دقيقة عن كمية الواردات من البضائع والجمارك والضرائب التي كانت تتقاضاها الميليشيات لخزنة الجماعة خارج إطار النظام المالي للدولة. كما تفيد الوثائق أيضا كمية المساعدة الإنسانية والإغاثية
التي كانت تتلاشى في دهاليز الميليشيات بعيدا عن بطون المتضررين من الحرب. إفراغ ميناء الحديدة من كشوفات الحسابات هدف حوثي يخفي وراءه مليارات الريالات التي كانت تتقاضاها الميليشيات على طول أمد الحرب، وقد أعلن قائد الميليشيات عن 6 مليارات، بينما الواقع يقول أن الحوثي تقاضى أضعافا مضاعفة، بل تحول الميناء إلى جهة تدعم نشاط الحوثي حربيا. إفراغ ميناء الحديدة من الوثائق وكل ما له صلة بإدارة الميليشيات للميناء منذ تاريخ 20 أكتوبر في العام 2014 يحاول الحوثي من خلاله إخفاء آثار جريمة اتجاره بالحرب. كيف لا، وميناء الحديدة تمر عبره 70% من واردات الجمهورية اليمنية. مصادر عاملة في ميناء الحديدة أفادت بأن نهب الحوثي طال حاوية بضائع خاصة بالتجار التي تنتظر عملية التخليص الجمركي، وكذا بضائع اختلف الحوثي مع تجارها بشأن هذه الإجراءات، كما طال النهب أيضا عددا من السيارات المتوقفة في رصيف الميناء. مظلة هذا النهب والسلب هي الهدنة الإنسانية منذ 3 أسابيع، والتي أوقفت عملية تقدم قوات المقاومة اليمنية من استكمال تحرير ما تبقى من أحياء مدينة الحديدة ومينائها من قبضة ميليشيات الحوثي. وفي صعد سيطرة القوات الحكومية على جبل قيس ووادي الأمير وأجزاء واسعة من قبيلة بني معين في مديرية رازح بعد إفشال هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية. من منطقة سن البدء ووادي الأمير والحجلة بدأ الجيش بعملية عسكرية واسعة قبيلة ترصد دقيق ومستمر لتحركات الحوثيين في مديرية رازح. سعت ميليشيات الحوثي باستخدام عدد كبير من مقاتليهم خلال فترة قصيرة إلى جبال محدبة، وعليها أقدمت بهجمات واسعة لاستعادة مواقع سقطت من أيديهم منذ يومين، كما أنها تحاول الوصول إلى سلسلة جبال الأزهور الاستراتيجي الذي يعتبر من أهم المواقع التي سقطت من أيديهم. بدأت المعارك تدريجيا من وادي الأمير الذي يعتبر المنطقة الفاصلة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي، لتتقدم من 4 جهات وتستعيد مواقع وصولا إلى منطقة الحجلة. لم تكتمل فرحتهم بهذه الانتصارات ساعة واحدة، فالتعزيزات الواصلة من لواء الواجب واللواء السادس حرس حدود المرابطين في المديرية عكرت فرحتهم. لم تسلب فرحتهم فقط، بل أسقطت مواقع جديدة كانت العصابات الكهنوتية قابضة زنادها عليها من هذه المناطق جبل قيس ووادي الأمير وأجزاء كبيرة من قبيلة بني معين، فيما لا تزال المواجهات تدور بالقرب من تبة شدا. تقدمنا وصدنا الهجوم في ليلة أمس للحوثيين المتمردين، وتم دحرهم، دعونا الله وكسرهم، وإن شاء الله العدو منهار والوضع تحت السيطرة. نحن الآن على مشارف قبيلة بني معين، ندعو قبائل وأبناء بني معين الشجعان والأحرار والأبطال والأوفياء منهم الوقوف إلى جانبنا لدحر العدو الضال المتمرد الذي ليس له لا دين ولا يرعى حقوق ولا حرية ولا دين ولا ضمير. مصادر عسكرية ميدانية أكدت عن مصدر أكثر من 25 قتيلا وعشرات الجرحى مع فرار 10 المسلحين التابعين للجماعة. لم تكتفي جماعة الحوثيين بضريبة القتل التي منيت بها قبل يومين في رازح، لتدفع مؤخرا بعشرات القتلى في حروب عبثية ليس لهم منها سوى مزيد من القتلى والخسائر المتتالية. لقناة اليمن اليوم، عبد العالم دحلان، مديرية رازح. عبد العالم معنا عبر الهاتف. عبد العالم، ما الجديد؟ نعم بندر، بعد التقدم الكبير التي حرزته القوات الحكومية في مديرية رازح، حاليا لا تزال المواجهات في الأحياء في قبيلة بني معين، وكذلك أيضا هناك قتالية أخرى تتقدم باتجاه تبة شادة. الميليشيات الحوثية فجرت عدد من المواطنين في قبيلة بني معين، أيضا منعت عنهم مصادر المياه التي كانت تغذي هذه القرى. في المياه فجرت في الينابيع والبعض الآخر كبسة الآبار التي توجد في هذه القرية. استخدمت ميليشيات الحوثي في هذه القرى أساليب بشعة جدا، منعت الحياة بشكل كامل عن مواطنين بني معين، علاوة عن التهجير الكبير التي قامت به القرى المجاورة لهذه القبيلة، التي خصوصا بأن هذه الأيام أيام برد قارس في هذه الجبال، يوصل الطقس إلى حالة من التفلت. علاوة أن المواطنين يستخدمون الخيام التي لا تقيهم أي شيء من هذه من الطقس البارد.
القوى الميليشيات الحوثية أيضا تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح، تقدر قتلى الحوثيين ما بين الفترة الأخيرة والأيام هذه إلى 40 قتيلا، خلافا أيضا على القتلى التي يتم استنزافهم من قبل طيران التحالف. أيضا دفاعية الجيش كانت تشارك بشكل كبير جدا للتقدم التي فعل تقدم القوات الحكومية في معظم الجهات المتاحة في اللواء الثالث حرس حدود، وكذلك اللواء الواجب الأول يشاركون في عملية واسعة في محافظة صعدة، تقدم كبير جدا. هناك عمليات أيضا عسكرية واسعة للوصول إلى جبال الرازح يبعد عن هذه المناطق، وهو أكبر الجبال المطلة على هذه المناطق بعد جبال الجزور. ميليشيات الحوثي كانت أيضا في هذه الحملة التي استخدمت عدد من المقاتلين كانت تحاول الوصول إلى جبال الجزور الذي يعتبر من أهم المناطق التي سقطت من أيديهم، كونه يطل على عدد من المناطق والوديان وكذلك القرى. لكن القوات الحكومية تتقدم بشكل كبير جدا وبشكل واسع وانتصارات كبيرة واسعة. بعد أيضا لو أتينا إلى باطن، الفرق الهندسية تنتزع العديد من الألغام، وكذلك هناك تقدم أيضا في الأحياء السكنية في وسط مركز مديرية باطن. نعم، عبد العالم دحلان مراسلنا في صعدة والجوف، شكرا جزيلا لك. وفي السياق ذاته لقي سبعة من الميليشيات مصرعهم، بينهم القيادي الحوثي وليد الحدي، وجرح 12 آخرون، واضطر ما تبقى من عناصرها بإفشال هجوم لها على مواقع القوات الحكومية في عدة مواقع جنوبي مدينة دمت بالضالع. نلقى على الزبل. تم تكبيد الحوثة بالمعدات والأفراد من خلال تسللهم، وتم التسجيل من الجيش الوطني باللواء 83 في أطراف بيت اليزيدي، والمواجهة مستمرة في مواقع بيت اليزيدي بعد تسلل الحوثي ليلة البارحة، وصدينا وكان منهم 7 قتلى و12 جريح، وأصبحوا هاربين ونحن متعهدين. وفي الضالع أيضا قام الفريق الهندسي التابع للقوات الحكومية بتفكيك ونزع شبكة ألغام خاصة بالدروع جرى الكشف عنها عاقب انفجار إحداها بسيارة أحد المواطنين في منطقة نجد القرين بدمت. عائلة كاملة كانت ضحية إجرام الميليشيات الحوثية نتيجة لغم أرضي زرعته العناصر الإرهابية على الطريق العام بمديرية دمت بمحافظة الضالع. إنما يجري في منطقتنا هذه عملية تنكيل في المواطنين وفي القرى وفي الأغنام وفي الحيوانات، لم يسلم منهم الطفل ولم يسلم منهم المرأة ولم تسلم منهم الشيخ الكبير أو الشاب، حيث إن عدد الإصابات حوالي 2 قتلى و4 جرحى، ويعني 3 مبتكة أرجلهم وسيارات وتعوره نساء. الفرق الهندسية التابعة للقوات الحكومية سارعت للتفكيك ونزع شبكة الألغام الخاصة بالدروع التي جرى الكشف عنها عقب انفجار إحداها بسيارة أحد المواطنين. ما عملته هذه العصابة التخريبية من لغامات، وقد فجرنا لغامات كثير فردية هنا وبالعود، هذه ألغام دبابات 7 في مكان واحد، وراح ضحيتها عائلة بأكملها في هذا المكان ما بين كسور وجروح، وهم الآن راكدين في المستشفيات، ولا زاد المس جاري. وهذه اللجنة لجنة تصفية اللغامات كما تشاهدونها، والمزيد موجود لأنه هذا هو عملهم.
عمل هذه العصابة هو تخريبي. المواطنون في قرية نجد بمحافظة الضالع اشتكوا من محاصرة الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشيات الحوثي حول قريتهم، وأشاروا إلى أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى مزارعهم أو حتى التجول في محيط القرية خشية من انفجار هذه الألغام. مليون لغم أرضي هو إجمالي ما زرعته الميليشيات الحوثية الإرهابية في المناطق التي خضعت لسيطرتهم حسب إحصائيات دولية وحقوقية، ليتضح بجلاء حقد العناصر الحوثية في استهداف كل ما هو حي في البلاد التي تسببت في استشهاد المئات من المدنيين وجرح الآلاف. تنوعت إصاباتهم بين كلية وجزئية. الفرق الهندسية في المناطق التي تم تحريرها جعلت من انتزاع الألغام أولى اهتماماتها في سباق مع الزمن لنزع أكبر عدد ممكن من هذه الألغام للحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا. معنا عبر الهاتف العقيد فضل العقلة قائد الشرطة العسكرية في الضالع، مرحبا بك. آلاف الألغام زرعتها الميليشيات الحوثية يعني في المناطق التي وصلت إليها، برأيك كيف يمكن التعامل مع هذه الألغام حتى لا تحصد الأبرياء أكثر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا كما تعلمون أن هذه الميليشيات الإجرامية لا يهمها حياة المواطنين ولا حياة الأبرياء، كل ما يهمها هو كيف أن تنتصر، ولذلك تزرع الألغام في الطرقات في مزارع المواطنين في التباع في كل ما هو كل الأماكن القابلة للحياة. ولذلك ليس أمام الجيش الوطني إلا أن يشكل فرق متخصصة في نزع الألغام وتواصل مهامها حتى نستطيع أن نعيد المواطنين إلى القرى والأماكن السكنية بعد أن يتم نزع هذه الألغام. هذه أخي ميليشيات إجرامية لا يهمها حياة الإنسان أبدا، فهي مشروع قتل تم زرعه في اليمن للأسف الشديد. نعم، وماذا لديك حول محاولة ميليشيات التسلل لمواقع القوات الحكومية؟ نعم، يوم أمس وحاولت الميليشيات الحوثية واليوم اللي قبله أن تتسلل إلى مواقع الجيش الوطني، ولكنها وجدت صمود كبير من أبطال الجيش الوطني ولم يستطيعوا أن يحققوا أي انتصار، وسوف إن شاء الله تعالى عما قريب سوف نكون في دم ثم إلى إب. الميليشيات منهزمة بإذن الله تعالى ومعنوياتهم منهارة بإذن الله تعالى. قريبا سوف تسمعون عن انتصارات ثم انتصارات وتحرير كافة المحافظات اليمنية من هذه الميليشيات التي لا يستطيع البقاء معها، لا يستطيع المواطن للحياة قابل للحياة طالما هذه الميليشيات موجودة، لأنها مشروع موت للأسف الشديد، ولا يمكن أن يستقر اليمن طالما لم يتم الحسم العسكري، نقولها بوضوح. نعم، العقيد فضل العقلة قائد الشرطة العسكرية بالضالع، شكرا جزيلا لك. تتواصل خسائر ميليشيات الحوثي على مختلف الصعد، وبعد خسائرها الأخلاقية والقيمية والإنسانية والوطنية أدت انهياراتها المتوالية إلى خسارة آخر أوراق التوت التي ظلت تواري بها سوآتها وفي مقدمها الارتهان للخارج وأجنداتها. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي. تعري جديد لميليشيا الحوثي الإرهابية أوقعها فيه شر أعمالها وهزائمها الكبيرة في معارك الساحل الغربية تتقدم معارك تحرير محافظة الحديدة ومينائها بقيادة قوات المقاومة اليمنية، وبعدما كانت تتدثر بزعم القتال لأجل السيادة والاستقلال أعلنت طلب الوصاية والاحتلال بكل ابتذال. نحن كوفد صنعاء الممثل للمجلس السياسي الأعلى وافقنا على هذا الإطار المقدم من الأمم المتحدة. فيما يخص العمليات العسكرية إعادة انتشار مشترك من كل الأطراف، وأن يكون للأمم المتحدة دورا رقابيا وإشرافيا في تلك الموانع لإزالة المبررات التي تحدثنا عنها في الأشهر الماضية والتي أعلنت القيادة في صنعاء عنها الكثير من النقاط. كذلك أن يكون هناك دور للأمم المتحدة في مسألة الرقابة والإشراف على أو تفتيش السفن، أنه لم يعد هناك فائدة من ذهاب السفن إلى جيبوتي وإلى أي مكان آخر، وأنه من المفترض أن تكون الدور الرقابي الذي تكون به الأمم المتحدة كافيا في ميناء الحديدة.
ها هي ميليشيا الحوثي ترتد على أعقابها وتنقلب على شعاراتها وتمارس اتهاماتها للآخرين بخيانة الوطن والتفريط بالسيادة، محاولة إضفاء طابع اضطراري ذي مسحة إنسانية تواري في حقيقة الأمر دافعا اضطراريا مرده الهزيمة في ميدان لغتها ومنطق تعاملها ساحة المعارك وليس غيرها. رفضت ميليشيا الحوثي الانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها وتسليمها لقوات المقاومة اليمنية التي تطبق الحصار على من تبقى من مجاميعها العسكرية، وذهبت إلى التفريط بالسيادة اليمنية على المدينة والميناء وتسليمها لوصاية دولية إدارية وعسكرية بإشراف أممي في محاولة منها للبقاء في أي تسوية مقبلة. قابلت ميليشيا الحوثي اليوم وبعد عام من المكابرة والمقامرة بآلاف الشباب والإغرار بهم في محارق الموت بزعم الدفاع المقدس عن سيادة اليمن وحريته واستقلال إرادته وإدارته وتخوين كل من عاداها ولا يتفق معها وينصاع لها، وطالبت وسعت إلى تسليم مدينة الحديدة ومينائها لوصاية وإدارة قيادية أممية، إدارة تتجاوز الإشراف الفني والرقابي على حركة السفن وتوريد عائدات الميناء إلى خزينة البنك المركزي اليمني للمرتبات، كما كان في مبادرة اقترحها العام المنصرم مجلس النواب لتجنيب محافظة الحديدة وموانئها الدمار، واتخذت ميليشيا الحوثي ذريعة لشن حملات تشنيع وتخوين لرئاسة المجلس وأعضائه. على العكس من هذه المبادرة التي طالبت باشتمال الدور الفني والرقابي الأممية جميع منافذ اليمن البرية والبحرية والجوية، هرولت ميليشيا الحوثي نحو تسليم مدينة الحديدة ومينائها لإدارة قيادية من الأمم المتحدة تستدعي بحسب مبعوثها الأممي مارتن غريفيث وجود قوات أممية لحفظ السلام والمساندة والرقابة. لم يعد لميليشيا الحوثي أي غطاء تتستر به بعدما عرضتها جرائمها بحق اليمن واليمنيين وهزائمها المتوالية في جبهة المعارك، وأسقطت عنها كل دثاراتها وشعاراتها المضللة يتقدمها الزعم إشعال الحرب وخوض كل هذه المعارك من أجل الدفاع عن سيادة اليمن واستقلاله من الوصاية والهيمنة الخارجية. لا يعد هذا الإعلان السقوط الأول لميليشيا الحوثي، ويرصد المتابعون سقوطها الأخلاقي بنكثها العهود ونقض الاتفاقات وسقوطها القيمي بإثارة الفتن وتمزيق نسيج المجتمع مذهبيا وطائفيا، وسقوطها الإنساني بالفجور في العداوة والخصومة والغدر والتنكيل والقتل المختلفين معها والاعتداء على الحرمات كافة. بالتزامن مع هذا سقطت ميليشيا الحوثي عسكريا أمام انتصارات قوات المقاومة اليمنية بتأكيد انهياراتها المتوالية في صفوفها وتفاقم خسائرها المادية والبشرية واتساع مساحات تقهقرها، لتدرك متأخرا عجزها عن مواجهة إرادة شعب حر ومواجهة شعوب ودول المنطقة التي ناصبت العدا. مستمرة النشرة فيها بعد الفاصل. تواصل الحملة الشعبية في منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي. الشهيد الزعيم علي عبد الله الصالح والأمين الأمين عارف عوض الزوكا وكل شهداء الثاني من ديسمبر 2017 واجهوا الموت ليحيى الشعب. بتفاعل كبير تتواصل الحملة الشعبية لليوم السابع على التوالي للمطالبة برفع العقوبات المفروضة على السفير أحمد علي عبد الله صالح. لاقت الحملة تفاعلا جماهيريا واسعا في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، جميعها تطالب برفع العقوبات الظالمة وغير العادلة عن السفير أحمد علي بما يسهم في توحيد الصف الوطني وإنهاء معاناة الشعب اليمني. طلب المجلس العام الدولي بالإفراج عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. الأمم المتحدة برفع الإنصاف على السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. نطالب بالإفراج للأخ أحمد علي صالح
طفل اليمن وطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة برفع العقوبة على السفير أحمد علي عبد الله صالح. وكلنا أحمد علي عبد الله صالح. طالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح كونه صفحته بيضاء وليس عليه وعني العقوبات هذه عليه ظالمة. وكلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. طالب مجلس الأمن والأمم المتحدة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح كونه أن العقوبات جائرة وظالمة. وأحمد علي يعني هو رجل المستقبل والأمن والأمان في اليمن. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. أتكلم باسمي وباسم كل مواطن عربي أصيل يماني يفتخر في عروبته بإيقاف العقوبة على السفير أحمد علي عبد الله صالح لأنه أمننا كبير. نناشد الأمم المتحدة برفع العقوبات على العميد أحمد علي عبد الله صالح. مجلس الأمن والأمم المتحدة أن يرفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. نطالب برفع عقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا سفير أحمد علي عبد الله صالح بروح الدم بديك يا يمن. كلنا سفير أحمد علي. نطالب المجتمع الدولي برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح وعلى شعب اليمني أن يستمر بهذه الحملة حتى تنفيذ هذا القرار. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح. نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطلب من السلام أن يرفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. رفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. يا سفير أحمد علي تعالوا يا منيا تعالوا يا منيا تعالوا يا منيا. كلنا أحمد علي عبد الله صالح غصبا عنه. بالسلام رفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح. نطالب بالأمم المتحدة برفع العقوبة عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. من الدولي برفع العقوبة الظالمة الجائرة على السفير أحمد علي عبد الله صالح. نفديك يا يمن بالروح والدم. نطالب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات على العميد أحمد علي عبد الله صالح. مجلس الأمن برفع الحظر على السفير أحمد علي عبد الله صالح. استمرار تذبذب صرف الريال أمام العملات الأجنبية. والبنك الدولي يعلن عن تقديم منحة جديدة لليمن. وأزمة الغاز المنزلي تعود إلى الواجهة في العاصمة صنعاء. وغيرها من الأخبار في الملف الاقتصادي. جولة اقتصادية جديدة. والبداية بشأن محلي، حيث لا يزال الريال اليمني يتأرجح بين الصعود والهبوط أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر صرف الدولار خلال عمليتي الشراء والبيع بين 490 و500 ريال، فيما تراوح الريال السعودي بين 130 و 133 ريال. وعبر خبراء اقتصاديون عن أملهم في مواصلة الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بعدن في سبيل رفع قيمة الريال اليمني وإعادته إلى وضعه الطبيعي وفقا للمتغيرات الاقتصادية الجديدة. أعلن البنك الدولي عن تقديم منحة جديدة بقيمة 140 مليون دولار مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية من
أجل الاستمرار في تسليم التحويلات النقدية الطارئة لمليون ونصف أسرة، أي 9 ملايين مواطن يمني من أشد الأسر فقرا في اليمن. وقال البنك الدولي في بيان له إن المنحة الجديدة تمثل التمويل الإضافي الثالث للمشروع الطارئ للاستجابة للأزمات الذي بدأ عام 2016. على الصعيد ذاته، قالت ممثلة منظمة اليونسف في اليمن ميرتشيل ريلانو إن التمويل الإضافي من البنك الدولي لمشروع الطارئ للتحويلات النقدية سيساعد الجهود الجارية لاستجابة الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يواجه ملايين اليمنيين. وتشرف منظمة اليونسف على مشروع التحويلات النقدية الطارئة للأسر الفقيرة في اليمن، والتي تعد أمرا حيويا للغاية لمساعدة الأسر على تدبير أمورها المعيشية وشراء الطعام والدواء وسداد الديون المتراكمة. وبحسب منظمات أممية فإن أكثر من 14 مليون يمني بحاجة إلى مساعدة طارئة ليتمكنون من البقاء على قيد الحياة. عادت أزمة الغاز المنزلي مجددا في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، وأفاد مواطنون أنهم يتنقلون منذ أسبوع بين مختلف أحياء صنعاء للبحث عن مادة الغاز ويعودون إلى منازلهم خائبين. وأضافوا أن سعر الأسطوانة الواحدة في السوق السوداء وصل إلى أكثر من 11,000 ريال. وتواصل ميليشيات الحوثي افتعال أزمة الغاز المنزلي بعد أن تسببت في تعطيل شركتي النفط والغاز عن القيام بدورهما لتصبح السوق السوداء مرتعا لقياداتها ومصدرا للثراء الفاحش على حساب معاناة المواطنين. إلى ذلك، أعلنت الشركة اليمنية للغاز تحويل مسار مقدورات الغاز القادمة من محافظة مأرب إلى العاصمة صنعاء. وأكدت الشركة أنه نتيجة لاستمرار قطاع قبلي على قادرات الغاز في مراد خط الجوبة عفار السوادية لأكثر من 8 أيام، سيتم تحويل مسار كل المقدورات المحملة والمتوقفة في قطاع الرحب مراد من خط السوادية إلى حرف سفيان وشوابة بمحافظة عمران. ولفتت إلى أنه سيتم السماح بعودة المقدورات الفارغة إلى صافر بمحافظة مأرب عبر طريق سفيان وشوابة حتى فتح القطاع. وفي الملف الرياضي، العين الإماراتية يبلغ نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويوفنتوس الإيطالي يحلق بعيدا في صدارة الدوري الإيطالي. وفي الختام تذكير بأبرز العناوين: حشود جماهيرية في الضالع تحتفي بالذكرى الأولى لانتفاضة 2 ديسمبر واستشهاد الزعيم علي عبدالله صالح ورفيقه الأمين. ميليشيات الحوثي تمضي في خروقاتها وتنكث اتفاق مشاورات السويد وتواصل نهب ميناء الحديدة. سيطرة على مواقع جديدة في رازح بصادا وحيران في حجة، وتكبيد ميليشيات الحوثي خسائر في الضالع وتعز. لقاؤنا على خير في أمان الله.